اولا اواشركم بروكاب صحه وسلامه وكل ما تمنيتوا ان شاء الله، وشكرا لمجلة سلطان على تتابعها لكل الاخبار وعلى المقالات الزوينه اللي كتكتب في الحقيقه دائما. بوغ الجديد ديالي ان شاء الله كاينين عده مشاريع، فانا جو سوي تري كونطونت، بديت مرحله جديده في حياتي، بدات بنجاحات متعدده، وكاينين كاين هذا الجديد في التقديم، كاين في التنتين ان شاء الله، كاين عروض في الاعلانات كذلك، فان شاء الله نتمنى التوفيق ليا والجميع. هو اكيد اي مراه كتاثر بشي حاجه كترى ليها بحال هذه، ولكن شوفي المراه المغربيه معروفه عليها، معروفه بالقوه، هي معروفه بال يمكن عنيده، ولكن عنيده هذاك العناد الصالحه والصالح كبرياء وكرامتها. فانا شوفي يمكن مرحله وفازت من حياتي، نتمنى لي التوفيق، انا ماشي اول وحده كتطلق ولا اخر وحده. مريت بمرحلة صعيبة، ولكن دابا الحمد لله أنا في أوج العطاء ديالي. الحمد لله والشكر لله، يعني أي مرحلة أو أي شيء طرى لي في حياتي أو كنستمد منه القوة أو كنضعف واحد الفترة وكنعاود نقوم جديد. لا ما كانش، شوفي هو الخدمة أكيد كتنسيك بزاف، اي وحده على داكشي اش كنقول بحال دابا ملي كتكتب ليا شي وحده عندها حاله مثل حالتي طرات ليها او مرات بها، كنقول لها شوفي اسي دو طرافاي، فاش كتعمري وقتك بالخدمه راه اي سورتو الا كانت بون الا سورتو الا كانت خدمه كتبغيها. اي دونك انا هاد لو دومين اللي انا فيه كنبغيه بزاف، سواء هاد لو دومين ولا لو دومين ديال البيزنس اللي انا فيه. ف بيان سور كتنساي كدوزي الوقت كيدوز دغيا، فما كتوليش ديبريمي شاده القنت كتبكي وكتفكري في داكشي الخايب اللي دزتي منه. دونك وي الخدمه هاد الشغل واعمال ثانيه اكيد ساعدوني بزاف على انني نقاوم وانني نتعدى هذيك المرحله سي سور. وانا دايوغ شوفي من ديما وانا كنعمر راسي بالوقت، كنعمر وقتي بالشغل، ما نحشم نقول او نحشم نقول لا، مي بون شوفي انا جو ني بلو دووا ليرور، يعني الاختيار لو بروشان شوا اما يكون صائب اما يكون لا، واخا انا كنقول الزواج بحال القمر، اما كيصدق اما ما كيصدقش، ف ما عرفتش اوني جامي سور، ولكن خاصني ندير بالي بزاف لو بروشان شوا، سينون نسمع انا اللي مزياناش. طموحي من هنا لقدام انني نحقق جوستومون كاع الطموحات اللي كنت رات معاهم من وانا صغيره. فهو واخا انا طموحاتي ما عندهاش نهايه، ولكن كاينين شي وحدين يعني الاهم عند المهم، كاينين شي وحدين حطاهم في القمه. نتمنى انا الحمد لله بديت يعني شحال من حلم حققته في ان جون اج، ولكن باقي ما حققتهمش كاملين. نتمنى واحد الميسيون حطاها في بالي تكون من نصيبي يا رب. نتمنى ايغالمون ان ربي يوفقني في هذه المشاريع هادو اللي ديجا تونجاجيت فيهم، ونتمنى انا نعجب الناس بهاد الاعمال هادو مزيانين. بون كاينين كلكو زيميسيون اللي يمكن كان غلط انهم يديروهم على المباشر، سورتو انه يمكن المقدمين مع كانوا عاطين في الغناء اكثر ما عاطين في التقديم، او كانت اول تجربه لهم في التقديم، فسي تخو ريسكي انك تاخذ واحد مغني وتحطو يقدم على المباشر، فهمتي؟ دونك ريسكي اللي هو بعدا يخاف انه يفشل في التجربه هذه، عاد المباشره راه صعيب بزاف. انا كنت كنحضر لي برايم ديال ام بي سي مثلا وكنشوف المباشر، تخو ستريس وخاصك تسربي وخاصك، حيت راه كاين ملايين الناس اللي كيتفرجوا، فداك الشيء خاصو يكون خاص يكون لا بيرفيكسيون. دونك كاينين شي وحدين اللي نجحوا بحال دابا مثلا ليميسيون ديال حمزه فيلالي، انا جو تروف كي لا تري بيان ريوسي ليميسيون ديالو، وكاينين كلكو ايميسيون اللي ما كانش خاصهم يداروا مباشره وصافي، باش يقدوا المقدمين ديالها يصحوا الاغلاط بشويه بشويه ويتعلموا هذيك بالاكسبيرينس. فوالا تابعوا جديدي على قناه سلطان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.